كما أشرت لكم في البداية بأن معي داخل الاستديو وزير الشباب والرياضة والترفيه يوسف أبا صلاح، دعناه لكي نتحاور معه حول المنتدى الذي عقد يوم أمس. سعادة الوزير، السلام عليكم. بلادنا تشاد استضافت أمس الملتقى الأول هنا الشباب عن أفريقيا. شنو الهدف من الفوروم أو الملتدى ده؟ شكرا أن تعطونا فرصة عشان نتكلم في موضوع الفوروم اليوم في تلفزيون أنا شاد. أن الدورة نقول هو فوروم ده أساسا قام من شهر الأحداث السنة فات، يعني شهر الأحداث يناير في سنة فات في باماكو. رأسا أنا أفريق طلفوا للبريزيدان دي لا ريبوبليك دي تشاد إدريس ديبي، قال موضوع أنا الشباب ده لازم هو يشيله، يلومهم كل الشباب الأفريقيين ويسمع ويجيبهم طلبات أنام في أدي سبابة يوم 3 و4 شهر الحصة قايدين شهر يونيو. بدأ بس بريزيدان تشالا مسؤولية وأنطونا الأمور عشان نورغانيزي فورم. فورم ده ناس 54 بيئة أنا أفريقيا ده كله جابوا ناس أنام، وبعدين ناس أنا دياسبورا كل حضروا إسبير انترناشونال ناس كتير جو وانفيتي دي مارو كله. انت حضرتوا عشان بريزيدان أنا جيني بروفيسور ألفا كوندي، فيس بريزيدان أنا جيني إكواتوريال، والناس آخرين بريزيدان دي لا كوميسيون دي لينيون أفريكان موسى فاكي هو كله حضر. دونك الشغل ده شغل مهم، انجمنا بيجي في يوم 2 3 ده بكابيتال انا جنس جديان، والحمد لله شغل كله كمل كويس. وقرار شالوا الشباب ذاته، شباب التشاهدين حضروا واشتركوا في ديسكشن، وريزلتا المرق ده ريزلتا كبير. لازم بريزيدان كل عندهم جارانتي عشان يجيبوا كلامهم ده في بريزيدان انا افريكان وفي مؤتمر قرار اخر يشيلوا دولته. طيب السيد الوزير، الشباب المشاركين في الفوروم ده قدموا توصيات ريكومنداسيون وبصفتك كوزير، هل انتم تاخذوا التوصيات اللي قدموها دي بعين الاعتبار وتقدروا ان باك تترجموها لارض الواقع؟ هو 87 ريكومنداسيون شباب سو. الريكومنداسيون السودا علينا ولا نقدر نقصو ولا نزيد. لا البريزيدان إدريس ديبي شالا قال يودي في أدي سببا هو بس عشان يكلم الرئيس رصا أنا أفريقيا الآخرين عشان شغل ده يتوبوا. كان ما يتوبوا كده أفريقيا ما يمشي قدام، وشغل الشباب يدوروا ده بس كان ما بيجي ده شغل ده علينا تشات شغل وايدين هسه قاعدين تبغوا وايدين طبقنا كله فيه، لكن دولة كله لما كان شغل السودا في استراتيجية أنا كله ندوسه شغل المانكي ده ندوسه الماء أول قاعدين نسوي كله نسوي، لكن قرار هسه يشيلوا في عديس ده بعد ده نشوف كيف نمشي. ممكن شغل ده شغل ما يطبق كما فيه كل شيء يطبق يعني. طيب السيد الوزير، الجمعيات اللي شاركوا او الشباب اللي شاركوا في الفوروم او المنتدى ده، انتم اخترتوا بعض من الشباب لكن البعض الاخر انتم ما اخترتوه، السبب شنو؟ والله في فوروم ده كل بلد يدور ناس تنين بس. كان في تشاد كله نورمال ما شباب تنين بس يحضروا، لكن شغل دولة بس أنا قاعد نسوي ده سوينا جهد عشان قريب 100-200 تشاهدين الشباب حضروا. كيف شنام ناس كتير يعني من أسوسياسيون أنا جنس دولة أنا بس كونفوكي كل أسوسياسيون على عندنا دوسية أنا ناس قاعد يخدموا شغل وايدين ما قاعدين كونتاك ده في ميزير ناشونال ناديتهم قريب 3 ساعة هجينا مع الأسوسياسيون هم نزات قريب بطن كلفوا ناس 4 ناس دول ده ديزيني ناس 40 كله ده واحد. الثاني ما يونيت يونيو دي زيتيديان تشاديان ده الفرنش كبير انا الشباب ده كله انا قاعد مع بريزيدان انا ما بيرو انا شلنا ناس قريب 15 ناس اتيديان ديريكت من انستيتيو دول من يات دول ده. شباب كله كوتي القايدين ده كله حاضر نادو ممكن هو ما يدور هذا ولا
ما يقدر ده الناس كله شباب الناس شاهدين كانوا يجيبوه في فورم ده الاوتيل ده كله بقان ده ما يشيله لازم ناس وايدين يسووا الاخرين كله في فيسبوك في تويتر بقان كله اليوم ماشي ديبادة انا جوفرنر انا ايجو من فايا جاي بارتيسيبي جاي عندي مساج دونك شباب عندك نيه عشان يبارتيسيبي ده بوسيبيليتي في فيسبوك في اتو ده ما ممكن نلوم الناس الشباب القايدين ده من 15 ل 35 سنة قايدين في تشاد ده كلهم نلوم بكان كل ما ده لكن القدرة أنا زي سوينا إن شاء الله على آخر ده ممكن فرام أنا تشاديين كان نسودة نشوفوا كيف ننظموا شوية بتان عديد. شكرا وزير الشباب والرياضة وسنواصل في هذه النشرة.